السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ لو انت مش عارف مشروع ايلر، فمشروع ايلر هو عبارة عن مسائل رياضية، تمام، بس ما بتتحلش الا باستخدام الكمبيوتر والبرمجة، تمام. فاحنا هنا عملنا بلاي ليست او قائمة تشغيل كبيرة فيها مجموعة من المسائل اللي انا حليتها، تمام. فزمانك انت دلوقتي بتتكلم بتقول ايه المشكلة؟ المشكلة يا سيدي كالاتي، تمام. فاللي انت شايفه دلوقتي هو 3 اضعاف السرعة الحقيقية، تمام. فالمفروض مني ان انا ابدا جوبيتر نوت بوك، وبعد كده اخد البيانات بتاعه المساله واحطها في جوبيتر نوت بوك، واعمل فولدر بالبيانات دي باسم المساله واحط فيه جوه جوبيتر نوت بوك، واحط جواه كمان بايثون، تمام. وبعد كده انقل البيانات اللي انا خدتها من المساله احطها في جوبيتر نوت بوك، وبعد كده بعد ما اخلص ديت اقوم انا جاي واخد البيانات ديت وانقلها هناك في ملف بايثون، وبرضك اعمل كل ملف ده هيقعد يتعمل برضك اعمل له رينيم تاني او اعاده تسميه، فطبعا هياخد وقت. انت اللي انت شايفه دلوقتي في القصد خد تقريبا 2 ونص، فانت متخيل لما يجي على كل مره وياخد 2 ونص، فيعني هياخد وقت كتير جدا. يعني مثلا انت عايز تعمل 50 مساله، فلا هياخد وقت كتير جدا، تمام. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله بقى، تمام. فهو ده البرنامج النهائي ان شاء الله اللي هو اللي هيحل لنا المشكله دي، تمام. فانت تقول له ايه سي اي بي، اللي هو اختصار لكرييت اويلر بروبلم، تمام. وبعد كده تدي له رقم المساله. فاحنا لو ادينا له رقم مساله رقم 1، تمام، فهو هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان المساله اساسا ديت موجوده، تمام. اهو هو بيقول لك المساله ديت نفسها موجوده، طيب تمام. فتعالى مثلا نقول له ايه، تعالى نقول له حمل لنا مساله رقم 2، تمام. رقم 2 بص هنا هتلاقي المساله رقم 2 اتحملت، تمام. هو قال لك حتى طبع لك اسم المساله وكل حاجه. طب تعالى نحمل المساله. طب انا مش عايز اكتر، يعني هفضل شغال كده مساله بمساله كده مش هخلص، انا عايز اكتر من مساله، عايز اول 5 مسائل مثلا. فتقول انت جاي اعمل له ايه، تقول له نقطتين، هو النقطتين ديت وبعد كده 5 كده هيحمل لك اول 5 مسائل. هو اصلا عارف ايه المسائل اللي موجوده عندك واللي مش موجوده عندي، فلما جه حمل ايه، حمل 3 و4 و5، وبالتالي المساله رقم 1 هو ما قربلهاش اساسا، تمام. فتعالى كده نتاكد ان هو فعلا شغال. تعالى هتلاقي فعلا ان هو ظهر هنا اهوت. هتخش مثلا على مساله رقم 3، تعالى نفتح مساله رقم 3 اهو، هتلاقي ان هو ايه نفس اللي احنا كنا عاملينه بالظبط، جاب اسم المساله، تمام، وجاب المعطيات بتاعتها، وبعد كده كتب الكلام اللي احنا عايزينه. تعالى نفتح ملف بايثون، تمام، هتلاقي نفس الكلام بالظبط. فهو ده البرنامج اللي احنا عايزينه، يقدر يحمل لك مساله واحده او يقدر يحمل لك اكتر من مساله، انت تدي له الامر هو ينفذ في ثانيه، تمام. بس كده، فتعالى نشوف ازاي هنعمل الكلام ده كله، يلا بينا. تمام يا شباب، فهي دي المكتبات اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله، تمام. معظم المكتبات دي استخدمناها قبل كده في المشاريع اللي فاتت، تمام. بعد كده فاول حاجه هنعملها ايه، اول حاجه ان احنا هنغير المسار اللي احنا شغالين فيه للمسار الموجود فيه ملف البايثون اللي هو كرييت اويلر بروبلم، ملف البايثون اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي انا فاتحه ده، تمام. طيب بعد كده، طب ليه انا عايز اعمل كده؟ عشان ان هو يقدر الملف البايثون او السكريبت ده يقدر ان هو يلاقي مين الفايلين الاثنين دولت، اللي هو جوبيتر تمبلت، تمام، وبروبلم فولدر، تمام. هنتكلم عن الفايلين الاثنين دولت دلوقتي. طيب بعد كده عندك مين؟ عندك البيز لينك. البيز لينك ده اللي هو مين؟ اللي هو اللينك مشروع اويلر، تمام، لينك الويب سايت او الموقع بتاعه. طيب الميزه في اللينك دي ايه؟ ان هو بعد علامه يساوي ديت، لو انت مثلا حطيت رقم 005 معناه كده ان هو هيجيب لك المساله رقم 5، لو مثلا 8 فهيجيب لك المساله رقم 58 وهكذا يعني، تمام. فدي مفيده جدا بحيث ان احنا نقدر نستخدمه ان شاء الله، ان احنا نديله بس الرقم معين وهو يجيب لنا المساله، تمام. بعد كده اللاين سيبريتور. اللاين سيبريتور دي حاجه للديكور بس، عشان يبقى ايه المخرجات اللي بتبقى في التيرمينال تبقى واضحه كده. بعد كده يا سيدي، انت عندك تو فيل بي تي، معناه مين؟ دي اللي هنحط دي الجزء من التكست اللي احنا هنبدله بمين؟ بعنوان المساله اللي عندنا. طب فين دي؟ موجود فين؟ موجود جوه الملف اللي هو جوبيتر تمبلت. جوبيتر تمبلت ده عباره عن ملف انا عملت بحيث ان انا استخدمه كل مره انا عايز اعمل مين؟ عايز اعمل ملف جوبيتر، تمام. فهنا مثلا كلمه اللي هي مين بروبلم تايتل ديت احنا هنشيل الجزء ده كده، هيتشال الجزء ده وتحط مكانه مين؟ هتحط مكانه عنوان المساله اللي عندنا، تمام. مهم جدا انت تسيب بتاع المسافه الفاضيه ما بين الاثنين دولت، دي مهمه جدا، تمام، عشان في لغه اسمها مارك داون، تمام، هنبقى نتكلم بعدها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، اللي لازم يكون علامه الشباك ديت والكلمه اللي بعدها يبقى لازم يكون ما بينهم مسافه، تمام. لو انت شلت المسافه ديت يعني مش هيديك الحاجه اللي انت عايزها، تمام. انا عايزه يعني لو انت تعرف HTML انا عايزه ب H1، تمام، عايز التكست بتاعي يبقى عنوان عريض، تمام، H1، تمام. طيب بعد كده بروبلم كونتنت دي اللي هو مين؟ دي الثابت اللي بعده، دي الثابت اللي بعده هو، تمام. طيب انت ليه حاطط العلامه ديت؟ ليه حاطط باك سلاش دبل كوت؟ ليه حاططها؟ طب ما تعملها شبه اللي فوق ديت. لا، الفكره فيها ايه؟ ان لو انا جيت شلتها فالمفروض يبقى شكلها عامل كده، تمام، المفروض شكلها يبقى عامل كده.
والمفروض كده هيديني خطأ. لو انا جيت فتحته مثلا الملف ده، جيت فتحته مثلا في في اس كود او اي حاجه، هيديني خطأ عشان هيقول ان ده مش ملف جيسون صحيح. المفروض ان اي تكست جوه ملف الجيسون يتحط ما بين مين؟ يتحط ما بين دبل كوتس، تمام، علامتين تنصيص كده. طيب فعشان كده ان هو يديني خطأ، فعشان انا رايح بالي بس وكده، وبدل كل مره مثلا لو انا عايز اعدل في الملف ده اضيف حاجات او اي حاجه، فهو ما يقولش ان في خطأ او اي حاجه، فيشغل بالي في الخطأ ده او يبعدني عن التفكير في المشكله ذات نفسها، فانا هعملها كده، تمام، عشان ما يدينيش اي خطأ، تمام، بس كده. فلو انت حابب تسيبها زي ما هي، تمام، حابب انت تغيرها وتعملها شبه اللي فوق ديت وتعدل في ملف الجيسون كمان، تمام، براحتك زي ما انت بتحب، تمام. وبعد كده بقى عندك التمبلت. التمبلت دي اللي هو مين؟ اللي هو ملف الجيسون ذات نفسه، تمام، هنقراه بس عشان هنعدل فيه بعدين بقى، عشان ناخد الكلام الموجود جواه ونشيله ونحط الكلام الجديد اللي احنا عايزينه، اللي هو عنوان المساله والوصف بتاع المساله والكلام ده كله، تمام. طيب بعد كده عندك مين؟ البيز باس. البيز باس دي اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن الفولدر الاساسي اللي انت هتحط فيه كل الفولدرات بتاعت المسائل، تمام، يعني هو الفولدر الاب كده بتاع كل المسائل، تمام. هتلاقي فين؟ هتلاقي فيه ملف تكست اسمه مين؟ فولدر باس، تمام، هتلاقي فيه الملف ده. طب لو هتلاقيه فين الملف ده برضك؟ هتلاقيه هنا اهو، تمام، هتلاقيه برضك هنا، هتلاقي هنا جواه المسار اللي انا عايز احفظ فيه الحاجات بتاعته كلها، تمام. طب ايه الميزه في كده؟ الميزه ان انت مثلا لو انت عايز تغير المسار ده او عايز تعمل اي فولدر تاني او اي حاجه، تخش وتعدل على الملف ده بس، لا تعدل على ملف التكست ده بس، ما تخشش على الكود ولا توجع دماغك بقى والكلام ده كله، تمام. طيب طبعا بقى دوت ريد دوت ستريب، عشان برضك استريب في الاخر عشان لو في اي مثلا مسافات فاضيه فوقه او تحته او اي حاجه يحذفها وما ياخدش الا الكلام بس اللي مكتوب، تمام. بعد كده بقى ايه؟ بعد كده هنغير للمسار ده عشان نبدا الشغل بتاعنا بقى. احنا اول حاجه احنا غيرنا للمسار اللي موجود فيه ملف البايثون اللي احنا فاتحينه دلوقتي عشان نقدر نلاقي الفايلين الاثنين دول اللي هو جوبتر تمبلت وبروبلم فولدر، تمام. وبعد كده بعد ما خلصنا وقراناهم وظبطنا الدنيا، نخش بقى على مين؟ نخش بقى على الشغل الحقيقي اللي هو الفولدر الاساسي او المجلد الاساسي اللي هنحط فيه المسائل بتاعتنا، تمام كده، تمام. فتعالى بقى سيبك من الميثودز دي كلها، احنا هننزل تحت خالص، تمام، عشان نبقى ايه نجيبه من تحت لفوق كده. اول حاجه عندك مين؟ عندك حاجه اسمها جيت بروبلم نمبر، تمام. تعالى نتك هنا ونروح لها، هتلاقي هي الميثود ديت. طيب هو وصف الميثود ديت بتعمل ايه؟ قال لك الداله دي بترجع رقم المشكله، تمام، وبترجع كمان اخر رقم مشكله موجوده في الفعل، تمام. يعني لو انت مثلا عندك مسائل اساسا موجوده مثلا ولا حاجه، فهو هيعرضها. يعني مثلا اقول لك مثلا، يعني هنا مثلا موجوده عندي خمس مسائل، فهو اخر مساله المفروض مثلا، المفروض ان هو لو في فعلا مسائل موجوده هنا، فالمفروض لو انا جيت ناديت على الميثود ديت هترجع لي رقم خمسه، تمام، هترجع لي خمسه عشان اخر مساله موجوده عندي هي مساله رقم خمسه، تمام. فهو دي الفكره. انما لو كان الفولدر فاضي ما فيهوش اي مسائل خالص، هي مش هيرجع نن، تمام، هيرجع نن هنا اهو، تمام. طيب بعد كده، بعد كده في حاجه اسمها argument parser، ماشي، هننادي عليها عشان نقدر ان احنا يعني ايه ندي معطيات للبرنامج جوه التيرمينال، تمام. لو انت شفت في الانترو هتلاقي ان كتبت سي اي بي وبعد كده ادت له كام رقم، دي بقى هو اللي دي هو اللي بيترجم الرقم ده بقى، تمام. انت هتقول له بارسر وبعد كده ارج بارس دوت ارجمنت بارسر، تمام، عشان نعمل بس بارسر بتاعنا. وبعد كده مين؟ ارج هيلب دي اللي هو حصل اي خطا او حصل اي حاجه يديله بس ايه حاجه تساعده يعرفه ايه اللي المفروض ان هو يعمله الكلام ده كله، تمام. وبعد كده، بعد كده اد ارجمنت بروبلم وبعد كده ارج هيلب، تمام. يعني ايه الكلام ده كله؟ بص لو انا جيت كتبت هنا سي اي بي بروبلم، تمام، فهو دي لما انا كتبت كده شوف هو اداني الكلام ايه، اداني الكلام ده كله، تمام، هو ده الكلام معناه هيلب، يعني عرفني المفروض البتاع دي بيديني ايه، المفروض انا استخدمه ازاي، تمام، فهو ده الكلام. فالمفروض لما تنادي على بارسر دوت ارج بارس هيرجع لك يعني ايه حاجه كده شبه الديكشنري، بس انت ممكن ان انت تاخد المفاتيح او الحاجات اللي جوه الديكشنري دي باستخدام الدوت دوت وتدي له مين؟ اسم البارامتر اللي انت عامله او الارجيومنت اللي انت عامله اللي هو اسمه بروبلم، تمام. طيب بعد كده بقى مين؟ بعد كده في ميثود اسمها اكستراكت نمبر، هدي لها مين؟ هدي لها البروبلم نمبر. البروبلم نمبر ده يا جدعان بص، البروبلم نمبر ده اللي هو التكست اللي انا عملت له باص في التيرمينال. ممكن بقى المستخدم يدخل لك كام؟ ممكن المستخدم بدل ما يدخل لك رقم يدخل لك كريم، يدخل لك مثلا
خمسة كي سبعة اف والكلام ده كله، يعني ارقام غريبة او حاجات غريبة تمام. فالمهمة ان البارسر ده ان هو يديك الكلام ده تمام، هو مش مهمته بقى ان هو الكلام ده صح ولا غلط ولا الكلام ده، انت بقى ايه اتصرف مع نفسك تمام. طيب بعد كده طبعا ان في حاجات كمان جوه الارجمنت بارسر او البارسر دي، ان احنا ممكن نحجم الموضوع شوية، نقول له ان احنا عايزين نمبر بس تمام، عايزين انتجر بس مش عايزين تكست تمام. بس الفكرة ان احنا برضك في جزء تحتنا كده ان هو ايه، ان احنا عايزين نخليه يدخل بالشكل ده كده، اللي هو نقطتين فوق بعض وبعد كده مين، بعد كده رقم. فالمفروض ان احنا لو جينا حجمنا الموضوع وخليناه انتجر بس او رقم بس كده، مش هنعرف نستخدم الخاصية دي تمام. فعشان كده نخليها مفتوح تمام. وبعد كده بقى انا هبقى اتحقق جوه كود بنفسي، اشوف بقى فعلا اللي هو القيمة اللي هو اداها لي دي الصحيحة فعلا تنفع ان هي تكون انتجر او رقم ولا ما تنفعش تمام. في ميثود اسمها اكستراكت نمبر تمام. تعالى نروح لها هنا، هي هندي لها البتاع دي، ده اللي هو مين، رقم المسألة اللي احنا مررناه في التيرمينال تمام. طيب وبعد كده طبعا هو بيعمل ايه، بيشوف بقى فعلا لو الرقم اللي موجود عندنا ده رقم مسألة واحدة ولا رقم لمجموعة من المسائل تمام. فهو اول حاجة من البروبلمز ديت معناها مين، معناها ان ان احنا ما عندناش ولا مسألة، ان هو يعني ايه الراجل لما جه ادانا في التيرمينال ادانا رقم مسألة واحدة بس تمام. دي افتراض، دي افتراض لسه هنشوف بقى هنغيره ولا مش هنغيره تمام. بعد كده انا هشوف اول حرف فيه، لو لقيت نقطتين فوق بعض كده معناه ان هو عايز اكتر من مسألة تمام. فهبدا بقى احجم التكست، اشوف الجزء اللي بعد مين، اشوف الجزء اللي بعد النقطتين دول، اتاكد بقى من الجزء اللي بعد النقطتين دول تمام، ان هو فعلا رقم ولا مش رقم، ولا المستخدم اداني الكلام خطا ولا اداني اي حاجه وخلاص تمام. فأهم حاجة إن أنا هعملها إيه؟ هقول له من البروبلم بيساوي ترو تمام؟ من البروبلم بيساوي ترو. طيب عشان طبعا هو بدأ بمين؟ بدأ بنقطتين، فطالما بدأ بنقطتين يبقى أن هو عايز أكتر من مسألة إن هو ينزلها تمام؟ طيب بعد كده هشوف لو باقي التكست، أنا بقول له تكست دوت إز ديجيت، طبعا أنا غيرت التكست هنا بقى من الجزء اللي بعد مين؟ بقى جزء بعد النقطتين تمام. فهشوف لو از ديجيت ده، لو فعلا طلع الجزء اللي بعده النقطتين ده رقم فعلا حقيقي خلاص يبقى هنكمل عادي تمام. انما لو ما طلعش لا هنفذ الكود ده بقى، هقول له ان انت دخلت حاجه خطا تمام وهطلع من البرنامج تمام. بس كده لو ما فيش اي حاجه خطا حصلت وفعلا المستخدم طلع يدخل قيمه صحيحه او قيمه مقبوله تمام، فهرجع له مين، هرجع له الرقم تمام، رقم المساله، وهرجع له فعلا لو كان فعلا ايه في اكتر من مسألة ننزلها ولا في مسألة واحدة بس تمام. طيب بعد كده تعالى بقى ايه، تعالى نعمل ديت، فهي كده بقى هترجع لنا اكتر من مسألة ورقم المسألة تمام. طيب اللاست بروبلم دي، اللاست بروبلم دي اللي هو رقم اخر مسألة موجودة عندي في الفولدر شبه ما شرحنا تمام. طيب فهنا طبعا لو احنا عندنا اكتر من مسألة ان احنا نحملها تمام، ففي حاجة اسمها اكسكلود. اكسكلود ديت بقى ايه معناها، ان الفايلز اللي انت مش عايزها تتحسب معاك، انت لو احنا جينا عملنا ليست دايركتوري تمام، ليست دايركتوري دي هتديك ايه، اسامي الفايلز اللي موجوده جوه الفولدر بتاعك تمام. فلو انت جيت فتحت الفولدر ده المفروض ان هو يديك كام، المفروض يديك سبع فايلات وكل بالاسامي بتاعتهم بكل حاجه. فالمفروض ان عدد العناصر الموجوده جوه فولدر كونتنت دي عباره عن سبع عناصر تمام. ممكن مثلا يكون الفولدر اللي انت عامل فيه ده ممكن يكون مثلا ريبوزيتوري على الجيت هاب ولا حاجه، او انت عامل له مثلا جيت او اي حاجه، فيبقى جواه ملفات مخفيه انت مش شايفها تمام. فهو لو في ملفات مخفيه هيبقى فيه الملفات ديت تمام، جيت وجيت اجنور، وانا طبعا حاطط الملف اللي هو مين، اوبن جوبيتر دوت بي واي تمام. فيبقى عندك كده تلات عناصر انا مش عايزهم، او تلات ملفات انا مش عايزهم يتحسبوا معايا تمام. انما بقى لو مثلا ايه، انما اكسكلود 1 دي عشان لو هو فيه بس ملف مين، هو فيه ملف اوبن جوبيتر بس تمام. طيب ايه هستخدمه في ايه بقى بعد كده، هقول له يا سلام انت هشوف عدد الفايلز اللي موجوده جوه الفولدر بتاعك واطرح منها اللي انا مش عايزه. كل دي اللي انا بعمله ده عشان اجيب رقم اخر مساله، رقم اخر مساله تمام. فاشوف بقى لو رقم اخر مساله اكبر من او بيساوي البروبلم نمبر اللي هو مديهولي اللي احنا جبناه من فوق من هنا تمام، هنا هو البروبلم نمبر تمام. فلو هو طلع نفس الرقم خلاص يبقى كده كل الملفات موجوده عندي، مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه وهطلع من البرنامج تمام. اهو كل الملفات موجوده عندي او الفولدرات موجوده عندي تمام. انما لو حصل حاجه تانية بقى لا خلاص يبقى كده مش هننفذ الكود دي، وهننفذ الكود دي بقى
تمام، هنادي على مين؟ هرجع مين؟ هرجع البروبلم نمبر تمام، وارجع اللاست بروبلم تمام. يعني مثال هنا مثلا لما ينادي على الميثود ديت مفيش ملف جيسون، تخيل ان هو مش موجود، يبقى عندك 6 عناصر تمام، وطبعا هنا مفيش جيت اجنور ولا في اي حاجه ولا الحاجات من ديت تمام، فالمفروض ان الفولدر كله تمام فيه 6 عناصر، فانا هلغي منه كام؟ هلغي منه عنصر واحد بس اللي هو من اوبن جوبيتر، يبقى لك مين؟ هيبقى لك 5 عناصر، يبقى كده فعلا عدد العناصر الموجوده جوه فولدر كونتنت 5، واخر مساله موجوده عندي كام؟ رقم 5. هو ده اللي انا عايز اعمله تمام، بس كده. فهي كده هترجع لنا مين؟ هترجع لنا البروبلم نمبر اللي هو المستخدم اداه لنا تمام، وهترجع لنا اخر مساله موجوده عندنا في الفولدر ان وجدت تمام. فلو طلع فعلا ان في مساله، في مسائل موجوده عندنا في الفولدر، في مسائل موجوده قبل كده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول له last problem exists زائد 1 تمام، وبعد كده problem number زائد 1. ليه؟ ما انا عايز ابدا بقى من الرقم بعد، يعني مثلا لو هو قال لك ايه نقطتين 6 وانا اخر مساله موجوده عندي رقم كام؟ رقم 5، المفروض ان last exists ده 5 والproblem number 6، الرينج هتبقى من كام لكام؟ هيبقى من 6 ل 7 تمام، عشان دي 5 ودي 6، فيبقى من 6 ل 7، وبالتالي هينزل المساله رقم كام؟ رقم 6 بس. فدي الفكره تمام، وبالتالي مش هيضطر بقى ان هو ينزل كل المسائل تاني مره واحده، لا هينزل مساله بس اللي هي الجديده اللي هي رقم 6 تمام. وبالتالي بقى هينادي على الميثود مين؟ اسمها كرييت فولدر فور بروبلم تمام. تعال نروح على الميثود ديت. الميثود ديت وظيفتها ان هي تعمل ايه؟ تعمل مجلد للمساله تمام. فكرييت فولدر فور بروبلم ده وظيفته ايه؟ ان هو يعمل بس مجلد للمساله باستخدام الرقم اللي هو مديهولك. طيب فاول حاجه هيشوف الرقم، هيتاكد ان الرقم اللي مديهولنا مش رقم اقل من او بيساوي الصفر تمام. فلو حصل ان في الرقم فعلا ده اقل من او بيساوي الصفر هيطلع من البرنامج تمام. وبعد كده بعد كده بروبلم نمبر هنحوله لسترينج، وبعد كده زد فيل ديت اتكلمنا عنها قبل كده. فلو هو مثلا البروبلم نمبر ده كان رقم 3 تمام، فيبقى البروبلم نمبر ده بقى كام؟ بقى 003 تمام. طيب وبعد كده عندك الفولدر تايتل والبروبلم ديسكريبشن، دي هنجيبه من هنجيبه من ميثود كمان، ميثود اسمها جيت تايتل ديسكريبشن اوف، وهنديلها مين؟ هنديلها البروبلم نمبر تمام. دي بقى فيها الشغل كله، دي فيها بقى اللي هو ان انت تفتح النت وتجيب الكود بتاعك وتعمل له بروسيسنج والكلام ده كله. اول حاجه دي تكون بارجاع عنوان ووصف المساله باستخدام الرقم المعطى تمام. اول حاجه هنعمل ريكوست تمام، ريكويستس دوت جيت، وهنديله مين؟ هنديله لينك البيز لينك اللي احنا اتكلمنا عليه، زائد مين بقى؟ زائد البروبلم نمبر. وبعد كده بعد كده بقى عندك السوب، هنقول له سوب بيتفول سوب، ونديله مين؟ نديله ال HTML كود، وبعد كده نقول له HTML بارسر، وبعد كده التايتل. هنا بقى طبعا ده كله من ال HTML، يعني لو جيت فتحت بروجكت اولر على اي مساله وجيت مثلا عملت انسبكت جواه وشفت الكود اللي مكتوب بيه الصفحه بتاعته تمام او صفحه المساله، هتلاقي ان المعطيات بتاعه المساله او وصف المساله موجود في الجزء ده كده تمام. طبعا اتكلمنا عنه في الكلام ده كله، اتكلمنا عنه قبل كده تمام. طيب بعد كده بروبلم ديسكريبشن هتقول له مين؟ سوب دوت سيلكت تمام، نفس الكلام بردك. وبعد كده مين؟ فولدر تايتل. فولدر تايتل بقى هيبقى عباره عن مين؟ عباره عن بروبلم نمبر والبروبلم تايتل. يعني ايه دي؟ معنى ايه جوين ديت؟ معناه ان هو هيدمج الاثنين مع بعض، ويبقى الجزء الفاصل ما بينهم عباره عن مسافه. فمثلا فولدر مساله يبدا مثلا ب 003، وبعد كده مسافه، وبعد كده مين؟ اسم المساله بقى او عنوان المساله تمام. وبعد كده في الاخر بقى هنرجع مين؟ هنرجع الفولدر تايتل والبروبلم ديسكريبشن. خلي بالك ان البروبلم ديسكريبشن دي عباره عن مين؟ عباره عن بيوتيفول سوب تاج تمام، تاج. طب ليه؟ هنعرف بعدين ان شاء الله يعني ايه لما نخش في الميثودز الثانيه اللي لسه متبقيه تمام. فالمهم ان هي ترجع لنا الفولدر تايتل، ده عباره عن سترينج تمام، وبعد كده هترجع لنا البروبلم ديسكريبشن اللي هو عباره عن بيوتيفول سوب تاج تمام. طيب كده خلصنا ديت، هترجع لنا فولدر تايتل والبروبلم ديسكريبشن تمام، دي الميثود اللي احنا كنا موجودين فيه. طيب عندك بقى حاجه اسمها تراي واكسبت. طيب احنا بقى دلوقتي معانا مين؟ معانا اسم الفولدر اللي احنا عايزين نعمله تمام، او اسم المجلد. فهنقول له مين؟ os.make_directory تمام، وندي له مين؟ اسم الفولدر تمام. طيب بعد كده فهيقول له ايه لو فعلا ما حصلش اي خطا والكلام ده كله؟ فيقول له خلاص انا عملته، وبعد كده مين؟ يعمل برين. طيب فميك دايركتوري ديت عباره عن مين؟ الميثود ديت لها بارامتر اسمه مين؟ اكزيست اوكي تمام، ده كنت دايما بتساوي فولس تمام. فهو وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو لو جه مثلا عمل فولدر تمام، ولقى الفولدر دي ذات نفسه موجود اساسا، هيطلع لك ايرور وهيطلع من البرنامج والكلام ده كله. فعشان كده احنا عملناه مين؟ عملناه في تراي اكسبت تمام.
انت بقى ممكن، فعشان كده لو هو لقى الفولدر ذات نفسه موجود فكده المساله ذات نفسها موجوده عندنا، فاحنا مش محتاجين نعملها تاني. تمام، فهنقول له مين فهو يدينا ايرور، فانا همسك الايرور ده واقول له ان المساله ذات نفسها موجوده فعشان كده ايه، عشان كده انا ما حددت ما خليتش اكزيست اوكي بيساوي ترو. تمام، عشان لو انا عملت اكزيست اوكي بيساوي ترو معناه ان كده ان هو هيشيل الفولدر اللي عندي ويحط فولدر ويشيله خلاص، يمسحه ويحط الفولدر الجديد. تمام، بنفس الاسم طبعا وكل حاجه. طيب غيرنا الفولدر عشان ان احنا الملفات ان شاء الله اللي احنا هنعملها اللي هو ملف جوبيتر وملف بايثون يبقى يتحطم جوه الفولدر دي ذات نفسه، فيبقى كل مساله لها الفولدر الخاص بها بالملفات الخاصه بها. تمام، وبالتالي يبقى الفولدرات متنظمه كده. تمام، فاحنا دلوقتي معانا مين؟ معانا الفولدر تايتل. تمام، طب انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب البروبلم تايتل. ليه عايز البروبلم تايتل؟ عشان اقدر ان انا استخدمهم في الاثنين الميثودز اللي جايين دولت. تمام، فطبعا البروبلم تايتل عباره عن مين؟ عباره عن الجزء اللي هو بعد الرقم، اللي الجزء اللي هو بعد مين؟ الجزء اللي هو بعد الرقم. تمام، فهو احنا قلنا مثلا لو الفولدر اسمه 003 مسافه وبعد كده اسم المساله وعنوان المساله. تمام، فهو لو احنا جينا احنا معانا طبعا البروبلم نمبر، البروبلم نمبر هنا اهو. تمام، فطبعا 003 عدد الحروف فيه كام؟ 3. تمام، عدد الحروف فيه كام؟ 3. فكده انا بقول الفولدر تايتل من 3 لكام؟ للنهايه لاخرك. تمام، فكده ان هو هياخد من رقم 3. طب وبعد فكده لما احنا جينا استخدمنا الجزء ده كده معناه ان هو كده هياخد الجزء بتاع الرقم والمسافه. تمام، وبالتالي هيبدا من اول مين؟ هيبدا من اول التكست بس اللي عندنا. تمام، فيبقى كده كانه شال الرقم والمسافه وهيبدا من اول عنوان المساله بس بالظبط. تمام، فعشان كده ما يهمكش بقى المسافه اللي موجوده في النص ده والكلام ده، لا هي محسوب. تمام، وبعد كده دوت ستريب بحيث برضك يعني زياده التاكيد لو في مثلا اي مسافه في البدايه او النهايه او اي حاجه يمسحها برضك بالمره. وبعد كده بقى هندي على اتنين ميثود، ميك بايثون وميك جوبيتر. تمام، ميك بايثون بسيطه خالص، هتدي لها مين؟ البروبلم نمبر. تمام، والبروبلم تايتل والبروبلم ديسكريبشن. طيب ملف البايثون بسيط خالص. تمام، كل اللي احنا هنعمله هيبقى البروبلم نمبر. تمام، هيبقى ملف البايثون اسمه بنفس رقم المساله. تمام، اسمه بنفس رقم المساله. تمام، وطبعا هنعمل رايت. تمام، ولازم يوتي اف 8 عشان لو في اي رموز او اي حاجات غريبه تتكتب صح. تمام، وبعد كده اسمه مين؟ اسمه بي واي فايل. تمام، بعد كده طبعا هنا في حته جديده برضه كنت عايز اضيفها، ان انا ممكن استخدم البرنت ذات نفسها. تمام، الميثود برنت. تمام، انها تكتب جوه الفايل. تمام، فدي حته حلوه ولسه اول مره نقولها يعني. فكل اللي احنا هنكتبه هنكتب اول حاجه ثلاث علامات تنصيص وفي الاخر ثلاث علامات تنصيص. تمام، وجواهم هيبقى البروبلم تايتل. وبعدها بعد كده بقى هيعمل مثلا ايه، هيعمل سطر كده. تمام، وبعد كده هيقوم جاي حاطط البروبلم ديسكريبشن دوت تكست. البروبلم ديسكريبشن ده فاكر لما انا قلت لك ان هو عباره عن بيوتيفول سوب دوت تاج، بيوتيفول سوب تاج. تمام، فاحنا هنستخدم البروبلم ديسكريبشن ده دوت تكست، هيديني مين؟ هيديني المحتوى المساله او نص المساله. تمام، وبروبلم ديسكريبشن برضك ده هنستخدمه في جوبيتر بس بطريقه مختلفه، فعشان كده انا استخدمته كبيوتيفول سوب تاج. تمام، عشان انا هستخدمه هنا بطريقه وهستخدمه هنا بطريقه ثانيه. تمام، طيب وبعد كده بقى طبعا السيبريتور دي مهم جدا، اللي هو سلاش لاين، اللي هو بعد ما تخلص السطر اعمل انتر. تمام، فدي مهمه جدا. وطبعا الفايل بيساوي بي واي فايل. تمام، عشان هو كل اللي انت عملته ده ما تطبعهوش، انا مش عايزك تطبعه، امال انت عايز ايه؟ انا عايزك تحطه له جوه الفايل. تمام، بتاع اللي هو بي واي فايل. تمام، فبدل ما يطبع في التيرمينال وانت تشوفه، لا هو هيحطه في فايل ذات نفسه. تمام، فدي الفكره كلها. كده خلصنا مين؟ كده خلصنا ملف بايثون. تعالى مثلا اوريك ملف بايثون. مثلا تعالى مثلا ملف بايثون اهو، هتلاقي الملف عامل كده اهو، اسم المساله وبعد كده اللي هو علامات، اللي هو علامه ديت الفصل ده، وبعد كده محتوى المساله، وبعد كده وطبعا في البدايه ديت اللي هو ثلاث علامات تنصيص وفي الاخر ثلاث علامات تنصيص. طبعا دي مهمه عشان لو انا جيت ايه شلتهم كده برضك. تمام، مش هيبقى الكود هيبقى غلط. تمام، هيقول لك ان في خطا عشان ما ينفعش اسنت هيبقى في ملف بايثون بالشكل ده. تمام، فدي مهم جدا انت تحط الحاجات ديت، عشان كده احنا حطيناها. تمام، طيب بعدين بعد كده بقى هنخش مين؟ على مين؟ على ميك جوبيتر. ميك جوبيتر بياخد نفس الحاجات بالظبط، نفس البارامترز. تمام، ده طبعا بيعمل مين؟ ملف الجوبيتر. تمام، هو طبعا ايه في شغل شويه، في شغل شويه. تمام، تعالى نعمل ده كله. بص يا سيدي، اول حاجه احنا هنعمل مين؟ هنعمل ملف الجوبيتر. تمام، لازم ملف الجوبيتر ينتهي مين؟ بي اي بي واي ان بي، اختصار انتر اكتيف بايثون
نوت بوك، تمام؟ وبعد كده مين هديله البروبلم؟ هيبقى اسم الفايل عباره عن نفس الاسم بتاع البروبلم نمبر، تمام؟ نفس البروبلم نمبر، وطبعا رايت عشان اقدر اكتب فيه، ولازم يو تي اف 8 بردك نفس الكلام. بعد كده بقى فور لاين ان تمبلت دوت ريد لاين. ايه التمبلت ده؟ اللي هو ملف الجيسون اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الاول خلاص، اللي هو الملف ده، تمام؟ فهنعمل ايه؟ هنعمل بقى هنقرا العناصر او السطور الموجوده جوه ملف الجيسون. احنا طبعا احنا فاتحينه، كل ده احنا فاتحينه، لما جينا قراناه احنا فاتحينه، تمام؟ فهنعمل ايه؟ هنبدا نقراه بقى، تمام؟ فنقرا السطور الموجوده فيه سطر بسطر، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي في المارك داون. طبعا المارك داون ديت عباره عن لغه اللي هي ممكن تكتب بقى جيت هاب. شفت الريدمي في جوه جيت هاب؟ نفس اللغه هي ديت اللي بنكتب بيها الريدمي جوه جيت هاب، وممكن تستخدمها في جوبيتر نوت بوك وحاجات كتير احنا نتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله في كورسات جايه ان شاء الله بعدين، تمام؟ انما الفكره كلها ان المارك داون ديت ما ينفعش ان انت تحط فيها اكتر من سطر جوه نفس العلامتين تنصيص. يعني مثلا لو السطر مكتوب مثلا اكس باك سلاش ان واي، فهو المفروض ما يتكتبش كده، المفروض يتكتب بالطريقه دي، تمام؟ فهو لو كتبتها بالطريقه دي هيعملها شبه ما انت عايز، اللي هو اكس في سطر وواي في سطر، انما لو انت حطيتها له كده ما بين علامتين تنصيص هيدي لك خطا، تمام؟ فديت الفكره. طب ايه لازمتها؟ يعني لازمتها يا سيدي انت ان احنا لما نيجي نستخدم الكود اللي جاي من HTML، تمام؟ شفت هنا؟ طيب ايه الفرق ما بين بقى str problem description والفرق ما بين problem description dot text؟ str problem description ده معناه ان هو هياخد الكود بتاع ال HTML ذات نفسه، الكود ذات نفسه اللي مكتوب بيه، تمام؟ انما problem description dot text معناه ان هو هيديني المحتوى اللي بينتجه الكود ذات نفسه، تمام؟ فانا عايز الكود وبعد كده اعمل له سبريت على سلاش ان فيديني السطور الكود سطر سطر سطر. بعد كده بقى هيبقى عندي مين؟ هعمل فور لوب، تمام؟ الاي اللي هو الاندكس او اللي هو رقم السطر، تمام؟ والكود بتاع السطر ذات نفسه، تمام؟ فدي جزء مهم جدا. ليه؟ عشان احنا مش عايزين بايثون تكتب لنا الجزء ده كده، تمام؟ لا احنا عايزينها تكتبه لنا بالسطر ده كده. ليه؟ بص احنا عايزين طبعا بايثون لو انت جيك خليتها تكتب بالطريقه ديت فهي هتوصلها المارك داون على اساس ان هي كده، تمام؟ على اساس ان هي دبل كود، وانا مش عايزها توصل للمارك داون على اساس ان هي دبل كود، لا انا عايزها توصل كانها باك سلاش دبل كود، تمام؟ فعشان كده عشان طبعا الدبل كود ده عباره عن سكيب كاركتر، تمام؟ فهو المفروض ان هو ما يتكتبش بالطريقه على طول اوتوماتيك كده اللي هو دبل كود على طول، لا لازم تعمل باك سلاش وبعد كده دبل كود. فاحنا عايزين نخلي بايثون تخلي معانا مين اللي هو الباك سلاش ديت، تمام؟ تخلي الباك سلاش. فهنعمل ايه؟ هنيجي على الكود بتاعنا ونعمل له ريبليس، تمام؟ كل ما يشوف باك سلاش دبل كوت، باك سلاش دبل كوت يعني معناه ايه؟ معناه ان هو هيشوف مين؟ يعني مثلا هقول لك، شفت هنا؟ شوف هنا، بص هنا. طبعا لو انت جيت بصيت على الكود يعني هنا دي مين؟ دي اللي هو الجوبيتر نوت بوك بتاع المساله رقم 3، تمام؟ دي الجوبيتر نوت بوك بتاع المساله رقم 3. طبعا الكود ده عباره عن كود HTML، تمام؟ مارك داون اقدر احط فيها HTML كود وبراحتي خالص، ما فيش اي مشكله. بس الفكره بتاع الكود بتاع ال HTML المفروض يبقى عامل كده، تمام؟ المفروض هيبقى عامل كده، تمام؟ والرول نفس الكلام هيبقى عامل كده. دي الكود ال HTML اللي بيوتفل سوبر ترجعهن، تمام؟ وانا مش عايز كده طبعا. لو انت جيت بصيت هتلاقي اللي هو مين؟ هتلاقي الجيسون بيقول لك خطا، المفروض ان انا مش فاهم حاجه، تمام؟ فالمفروض ان كل الباك سلاش دي تتحمل تاني، تمام؟ تعمل لها باك سلاش باك سلاش باك سلاش وهكذا، تمام؟ طيب فعشان كده احنا حطينا الجزء ده، وهنقول لبايثون ان كل ما تلاقي باك علامه تنصيص مزدوجه اللي هو دبل كوت، تمام؟ غيرها لنا، تمام؟ باتنين باك سلاش وبعد كده دبل كوت. ليه؟ عشان اتنين باك سلاش بايثون هتعملها كانها باك سلاش واحده، تمام؟ وبعد كده تحط الدبل كوت. فهمني؟ انا عارف ان هي يعني ايه ممكن ما تكونش مستوعبها قوي، بس هي ديت مهمه جدا جدا. كل اللي انا عايز اوصله ان انا بس اخلي ان بايثون تكتب الجزء ده، تكتب باك سلاش دبل كوت، ما تكتبش دبل كوت لوحده، تمام؟ دي مهمه جدا، تمام؟ بس فعشان كده بايثون هتكتب اتنين باك سلاش دبل كوت عشان توصل للجيسون او المارك ده وتوصل لها بالشكل ده كده، تمام؟ بس وبعد كده بقى ايه؟ بعد كده طبعا هنحط يعني بعد ما خلصنا الكود بقى وعملناه، بعد ما عدلناه وظبطناه خلاص، نحطه بقى ايه؟
يبقى عبارة عن هنحط هنا، يبقى هنحط ما بين علامتين تنصيص، هنحطه هنا ما بين علامتين تنصيص، عشان طبعا قلنا اي تكست جوه ملف الجيسون لازم يكون محطوط ما بين علامتين تنصيص، تمام؟ فنحط هنا باك سلاش دبل كوت، وبعد كده هنا علامه باك سلاش باك سلاش ان، تمام؟ وبعد كده باك سلاش دبل كوت. طب ليه انا عملت كده؟ ليه حطيت هنا الانتر هنا؟ لا حطيت على انتر مفتاح انتر هنا او سلاش ان هنا. بص انا جيت جربته الاول وجربته من غير ما استخدم ده، ما ينفعش واداني خطا، بس لما انا جيت عملته بالطريقه ديت تمام واشتغل وكل حاجه تمام. فدي ايه؟ دي من الاستنتاج اللي انا استنتجته يعني وكده، تمام. بعد كده هخلي الجوبيتر يكتب الكود بقى بعد ما عدلناه وظبطناه. فيظهر فيبقى الكود شكله عامل كده، هيبقى شكله عامل كده، مش هيبقى في نهايته مين الكومه ديت، الكومه دي مهم، تمام. فبعدين بعد كده بقى احنا هنشوف بقى لو احنا لقينا الاي دي فايده الاي بقى هنا، الاي هنا هنشوفه، لو فعلا الاي مش اخر سطر عندنا فاللي احنا هنعمله ايه؟ هنضيف كومه في السطر اللي احنا واقفين عنده، وبعد كده ننزل للسطر اللي بعده، تمام. انما لو ما يوصل لاخر سطر، لما يوصل لاخر سطر بقى خلاص مش هنعمل كومه ولا اي حاجه. ليه؟ عشان لو انت جيت حطيت كومه هنا، شوف لو انت حطيت كومه هتلاقي ان هو ادانا خطا، هتلاقي ان هو عمل خطا هنا كده، واول ما يدي خطا طبعا الجوبيتر نوت بوك مش هيشتغل ولا اي حاجه، تمام. عارف ان هو حاجات يعني تقرف، بس هو لازم كده، لازم تعملها كده، تمام. بس كده دي يعتبر الجزء الاصعب في البرنامج كله، تمام. بعد كده بقى ايه؟ طبعا لو ما فيش اي حاجه من الحاجات ديت، يعني ما فيش اللي هو ما لقاش اللي هو تو فيل بي سي او تو فيل بي تي، فهو طبعا ايه هيكتب السطر عادي خالص اللي هو هيكتب السطور ديت، تمام. يعني ايه؟ لو احنا جينا عملنا هنا كده اهو وجيت بصيت، هتلاقي ان هو هيكتب السطور العاديه شبه ما انا كاتبها بالظبط، تمام. هيكتب اللي هو يعني مثلا هيلاقي السطر الاولاني فيه كده فيكتبه، والسطر الثاني فيه كده وهكذا، ويفضل يكتب مارك داون وهكذا والكلام ده كله، تمام. والحل هتلاقي نفس الكلام بتاعي مكتوب، بس ايه اللي متغير؟ اللي متغير الجزئين الاثنين دهم اللي هو بروبلم تايتن وصب بعضهم، تمام. والجزء الثاني اللي هو ده، تمام، هو دولت الاثنين متغيرين بس، انما الباقي نفس الكلام بالظبط، تمام. فدي الفكره، تمام. طب طبعا انت هتقول لي طب انت جبت الجوبيتر تمبلت منين؟ انا جبته اساسا لما انا جيت اول حاجه فتحت جوبيتر نوت بوك وعملت النوت بوك بنفس الحاجات اللي انا عايزها، اللي هو مثلا شبه ما وضحت لك في الانترو كده، تمام. وبعد كده دخلت حولته لملف جيسون، تمام، غيرت بس الاكستنشن بتاعه بدل من اي بي واي ان بي، تمام، حولته لجيسون دوت جي اس او ان، تمام. وبعد كده جيت قرات بقى الكود اللي هو مكتوب بيه، تمام، وحاولت ان انا اعدله واشيل اي حاجه زياده وحاجات من ديت وكده، فالمفروض الموضوع يعني ايه انتهى معايا بالشكل ده كده، تمام. فلو انت حابب مثلا ان انت تعدل عليه اكتر، او انت تعدل عليه او تشوفه الكلام ده كده، ممكن تستخدم الفايل بتاعه، او ممكن انت تعمل نفس اللي انا عملته بالظبط وتجرب مع نفسك، فاللي انت حابه يعني، تمام. بس كده تعال نرجع بقى هنا كده، خلاص بقى ايه الميثود بتاع جوبيتر كده خلص، تمام. بس كده فهي كده خلص. تعال نرجع تاني، احنا كنا فين؟ اهو هيعمل ملف البايثون وهيعمل ملف الجوبيتر، وبعد كده بقى نرجع تاني تشينج دايركتوري نقطتين، دي معناه ايه؟ معناه ارجع تاني بقى للفولدر الاساسي، الفولدر اللي هو لامم الفولدرات كلها بتاعت المسائل، تمام. النقطتين دي معناها هيرجعنا للفولدر الاب، تمام. بس كده فكده احنا خلصنا كل الشغل كده خلص، كده كتبنا الفولدرين الاثنين وعملنا الفولدر باسم المساله وحطينا جواه الفايلين الاثنين اللي احنا عايزينهم وخلاص كده. طيب تاني حاجه بقى، ان مثلا ان الرقم اللي عندنا اللي هو مين، ان اللاست اكزيست دي طلع نان، يعني هو المستخدم ادانا رقم واحد بس، رقم مساله واحد بس، تمام. فهندى على نفس الميثود بالظبط، ماشي، وهندي لها البروبلم نمبر نفس الكلام بالظبط. حاجه اخيره بس يا شباب، السي اي بي، السي اي بي اللي احنا كنا بنكتبها في التيرمينال ديت، دي عباره عن باتش فايل، تمام. ان شاء الله هنبقى نتكلم عن الباتش فايل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وازاي ممكن تعمل باتش فايل باستخدام البايثون او الاكواد بايثون اللي انت كتبته، تمام. فلو انت حابب انت تستخدم الباتش فايل اللي انا كنت بستخدمه ده، فهتلاقيه ان شاء الله في الجيت هاب في فولدر اسمه باتشز، تمام، هتلاقيه موجود فيه كل الباتشز اللي انا بستخدمها، وهتلاقيه موجود فيه سي اي بي ده، تمام. او انت ممكن كمان تستخدم بس اللي هو مين الفايل اللي احنا برمجناه، اللي هو فايل بايثون على طول مره واحده من غير ما تضطر بقى ان انت تعمل باتش فايل ولا اي حاجه. بس فهو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.